عايزين يا شباب بس الحقيقه النهارده حدث مهم مش بس فاروق كبير جدا حدث مهم يعني احنا في منتهى السعاده ان احنا النهارده بنوقع اتفاقيه احنا كنا وقعنا اتفاقيه المطار لوجود الاتحاد الافريقي في مصر مسبقا وده كان موضوع كبير جدا لكن الموضوع الاهم بعد طلب الاتحاد الافريقي ان المكان 6 اكتوبر لا يليق صغير يليق لكن صغير عليه فهم عايزين مكان كبير الحقيقه وكان يعني برضو في اماكن اخرى وعايزانا ودول ثانيه لكن ده طبعا كره القدم والاتحاد الافريقي عاصمته مصر ولن تخرج من القاهره الحقيقه كل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي وتوجيه سيادته تخصيص ارض في العاصمه الاداريه الحقيقه ده كان شيء مهم جدا واصبح هناك يعني مجموعه من التفاوضات ان يعني ما بين 6 اكتوبر وما بين العاصمه الاداريه الحمد لله انهينا هذا الموضوع بنجاح شديد جدا لمشروع كبير للاتحاد الافريقي ليس فقط مقر لكن هو مقر وفندق وملاعب اللي بيه كل احداث الاتحاد الافريقي خلاص موجوده في مصر في عاصمه مصر المستقبليه العاصمه اللي كلها يعني نور العاصمه اللي انتقلنا اليها العاصمه اللي فيها الفكر والثقافه